قبل فترة شخص كان يشتغل على سيارته، عنده سيارة ليست سيارة أجرة، كانت سيارة بيكاب، معروفة سيارة البيكاب، تكس عليها وركبت معه امرأة، معها صندوق كرتون صغير، ثم نزلت من السيارة وأبقت الكرتون صندوق في السيارة. فلما عاد الرجل في الظهيرة إلى البيت طرق الجيران عليه الباب، فيش هناك؟ قالوا له ولدك في السيارة. يصيح ما عندي ولد في السيارة، أنا ولدي داخل. ذهبوا إلى السيارة فسمعوا صوت صراخ طفل رضيع، فتحوا السيارة وجدوا طفلا، أخذوه إلى مركز الشرطة، فقال هذا لا أدري من أين أتى، ربما هذه تلك المرأة هي التي تركت هذا الصندوق. قالوا للشرطة هذا اللعب ما علينا، هذا ولدك أنت، هذه التمثيلية ما تصلح، هذا ابنك أنت وأنت تريد الآن تتخلص منه. ففعلا أجروا له فحوصات، وهذه الفحوصات أظهرت أنه بريء. لماذا؟ لأنه أصلا لا ينجب، لا ينجب. قالوا أنت بريء، كيف بريء؟ قالوا أنت لا تنجب، أنت عقيم أصلا. قال كيف عقيم ومعي في البيت 5 أولاد؟ كيف 5 أولاد معك؟ أجروا له فحوصات مرة أخرى فأظهرت براءته أنه عقيم، فأخذوا المرأة وسألوها، قالت صحيح هؤلاء ليسوا أبناءه. إذن أبناء من؟ قالوا أبناء أخيه الذي يسكن معنا في نفس البيت. فإذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. وأنا أخبركم هذا واقع، أنا اتصل بي قبل فترة أحد الشباب، وأيضا كان الإغراء من زوجة الأخ، قال كنت شابا صغيرا وأخي تزوج كان يسكن معنا في البيت، وكانت زوجة أخي هي التي تعمل لي حركات بحيث أني استثير، وأخي زوجي يذهب إلى زوجة أخي يذهب إلى العمل وزوجته في البيت، ويخرج الناس وكذا، وأصبح يزني بها، واستمر ذلك لفترة طويلة. فهذا يقع أيها الإخوة، هذا بنفسه يعترف لي بهذا. فالإنسان يطبق الأحكام الشرعية بغض النظر عن قضية والله هل قلوبنا طاهرة هل قلوبنا مطاهرة، هذه أحكام شرعية.